كورونا الأولى عادت عليك بسلام، يبقى لازم تحمي نفسك من الموجة التانية كمان. وعشان لازم ننزل ونتعامل مع الناس سواء في الشغل أو دراسة أو أي تعاملات، يبقى اللي المفروض نعمله نقوي مناعتنا. وعشان كده سيلكس هيقدم لنا حماية سداسية متكاملة 6 في 1، أعلى نسبة فيتامين سي، أعلى نسبة زنك، ألف أوميجا 3، حمض الفوليك، كمان فيتامين ه والسيلينيوم. سيلكس بيعمل على تقوية وحماية كل خلايا الجسم، ده غير تقوية الذاكرة والتركيز والنشاط، وده مهم عشان الدراسة والشغل. وآمن مع الأمراض المزمنة زي القلب والسكر والضغط، وكمان آمن مع الحمل، وحماية متكاملة للأم والجنين ونمو صحي. مش بس كده، سيلكس مهم لمرضى الجيوب الأنفية وفي الرياضة، لأن طبعا محتاجين باور ونشاط وحيوية وكمان عضلات بدون دهون، مع سيلكس لتغذية وحماية العين والشعر والبشرة والأظافر. سيلكس 6 في 1، حماية ثلاثية، طعم لذيذ، شوكولاتة، بودر بيدوب في الفم في ثواني وامتصاصه 10 أضعاف القرص، ممكن يضافته على كوب لبن ومفيش مشاكل في البلع ولا المعدة. سيلكس متوفر في الصيدليات، معتمد من وزارة الصحة المصرية. مع سيلكس احمي نفسك وعيلتك. السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا ومشاهدين قناة الصحة والجمال، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم أنت الطبيبة. المرة اللي فاتت بدأنا ندرس الفسيولوجي أو علم الوظيفة بتاع علم النساء والتوليد، وبدأنا بالدورة الشهرية وهي الأساسيات في الفسيولوجي بتاعنا. المرة اللي فاتت نبهنا على كذا نقطة وبدأنا نصحح المفاهيم الخاطئة فيها. طب هي إيه؟ المرة اللي فاتت قلنا عشان أحسب دورة لازم تبدأي تحسبي من أول يوم لأول يوم، ما ينفعش تقولي الدورة خلصت من يوم كذا وجات ليوم كذا، لا، الدورة جات يوم كذا والدورة اللي بعدها جات يوم كذا، وابدأ أحسب الفرق اللي ما بينهم عشان أعرف دورتي منتظمة ولا لا. عشان أحسب حمل أو عمر الحمل أو عمر الجنين لازم أحسب من أول يوم دورة، مش من اليوم اللي حصل فيه العلاقة، حتى لو الدورة دي كانت قبل الزواج والبنت أنسة أو لو كان الزوج مسافر ورجع في نص الدورة. الكلام ده مهم جدا. وخدنا ان بطانه الرحم شيء متغير عن طريق على كل مدار الشهر، والبطانه دي مش حاجه ثابته، يعني مفيش حاجه اسمها مثلا ان انا اقول البطانه دي زايده او مش زايده في وقت التبويض او ما فتره ما بعد التبويض، واخد على هذا قرار جراحي ان انا اعمل كحت او ازاله لبطانه الرحم دي، لا، لازم استنى للفتره بتاعه نزول الحيض عشان ابدا اقيم بطانة الرحم بشكل سليم وبشكل علمي مظبوط. قلنا برضو ان قصة النزيف المهبلي او الدم اللي بيجي مع الحيض لازم يبقى ليه شكل معين ونمط معين، ولو زاد عن الطبيعي ده اسمه نزيف، لو زاد عن الشكل او النمط بتاعه المعين يبقى اسمه نزيف. وقلنا في كده ان في ناس لغايه دلوقتي بتظن ان كل ما الدوره تيجي جديده دي حاجه كويسه وان هي كده بتنضف، ابدا. وقلنا ان في ناس بتضيع بناتها بهذا المفهوم، البنت بتنزف 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 وهم ظانين دي حاجه كويسه، سيبها تنضف، سيبها تنضف، سيبها تنضف لغايه ما الانيميا بتاعه البنت توصل لمستويات مميتة، زي البنت اللي حكينا عليها المره اللي فاتت اللي جه بهيموجلوبينها 5.5 ودخلت الرعايه واخدت دم وكانت خلاص يعني بين ايدي الرحمن. المفاهيم دي لازم نصحح. الحيض او نزول الدوره الشهريه هو عباره عن خلايا، خلايا دي ميته بتنجرف بتيار دم بسيط للنزول لاسفل، مش عايزين دم كتير، وكل ما الدم هيكتر انت بتخسريه من جسمك، يعني الدم حتى بتاع الدوره الشهريه انت خسرانه من جسمك، مش دم تنظيف ولا حاجه. وعشان كده بنلاقي الرجال على طول مستوى الهيموجلوبين بتاعها اعلى من الستات، ليه؟ عشان الراجل ما بيجيلوش دوره والست بيجيلها دوره، وكل ما الست بتنزف مع الدوره بتلاقي الانيميا بتاعتها مستواها اشد بكتير، يعني بتلاقي مثلا ايه الناس اللي بتنزف بتلاقي انيميتها 10 ما بتزيدش عن كده او تسعات، وساعات بنلاقي 7 ارقام غريبه كده في الشعب المصري.
كل ما الدورة هتبقى شديدة أو بتيجي بنزيف وده دم بتخسريه من جسمك، مش قصة تنظيف. النهاردة هنتكلم عن مفهوم الدورة المنتظمة. يعني إيه دورة منتظمة؟ وإمتى أعرف الدورة بتاعتي كده؟ ناخد اتصال ونكمل. مدام كريمة من منيا، اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام. ممكن أسألك بقى سؤال بعد إذنك؟ اتفضلي. بص يا دكتور، أنا سني 35 سنة وعملت عملية حجم مشهري قبل كده، وساحة العملية طلع ثلاث أجنة. تمام. ثلاث بويضات، ورجحت اثنين، وقبل ما أعمل اختبار الحمل البويضات طلعت يعني فاضية، يعني نزلت دم يعني وكده. تمام. قبل 15 يوم. ودلوقتي أنا سني 35 سنة ومغزوط مبيض بتاع ضعيف، لو عملت حجم مشهري هينجح؟ طيب. الدكتور قال لي انت عملتي مخزون مبيض قريب، التحليل بتاع المخزون. المخزون ايوه قريب. انت عملتيه كان رقمه كام؟ تحليل ام اتش؟ ما اعرفش، واحد كده مش عارف ايه، حاجه زي كده. واحد ولا تحت الواحد؟ لا واحد او تحت الواحد. طيب انا هرد عليك. ويا دكتور في فعلا حاجه للمخزون، يزود مخزون المبيض؟ تاني كده السؤال؟ حاجه تزود علاج، يزود مخزون المبيض. طيب هرد عليك يعني. ماشي، شكرا. طيب بالنسبه للسن، زي ما قلنا سن ال 35 هو سن فاصل وقاطع جدا في موضوع الخصوبه. دلوقتي بقى عندنا مفهوم اسمه 35 years infertility، سن يعني فاصل جدا ومرحله فاصله جدا في خصوبه ايه السيده. يعني السن ده ما بعده حاجة وما قبله حاجة، ما قبله خطط علاجية وما بعده خطط علاجية. تمام. أهم حاجة يا مدام كريمة تحليل الـ AMH بتاعك أو التحليل العاكس لمخزون البويضات عندك. طول ما هو فوق الواحد عرفي أن أنت نتائج إن شاء الله مبشرة، تحت الواحد نتائج بتضعف شوية. وكلها نسبة نجاح وتوفيق من ربنا، يعني ممكن واحدة يبقى أقل من الواحد صحيح وتنجح، واحد أكتر من كده بكتير وتفشل. بس عموما احنا بنتكلم في نسب نجاح علمية بغض النظر عن اللي هيحصل بعد كده ايه. طب بالنسبة اللي هو حاجة تزوده، يعني زي ما قلنا مخزون مبيض انت بتتولدي بيه قابل للنقصان وليس قابل للزيادة. على طول كده مخزون مبيض دي حاجة زي تحويشة معاكي كده بتصرفي منها ومحدش بيديك عليها زيادة، فطول ما الوقت بيعدي هي بتقل ومش بتزيد. فعشان كده احنا بنقول للجميع ننطلق سريعا، ننطلق سريعا ناحية البحث عن الخصوبة. ما تستنوش للسن ده عشان تبدأوا تدوروا، وما تقعديش سنين نايمة وانت تيجي على سن 35 او سن 40 وتفتكري تعملي حاجة. لا، احنا بنقول ان اول سنة في الزواج بنطمن على نفسنا كويسين، بنستنى اول سنة، بس بعد اول سنة لازم ننطلق في البحث عن سبب التأخر وبنمشي بخطط معينة. يعني يعني خلاص شفنا الزوج كويس، الزوجة كويسة جدا، خلاص ده اسمه تأخر حمل غير معروف السبب، وليه خطط علاجية ان شاء الله يعني في حلقات مفصلة هنتكلم عنها. ما نقولش نستنى بقى ان احنا نعمل نمط بتاع الناس عموما في مصر بتعمل ايه. انا رحت عند فلان 3-4 شهور ما توفقتش، اسيب فلان ويأس وانام في بيتنا 5-6 سنين اقل او اكثر طبعا بالنسبة لبعض الناس. وبعدين افتكر ان بعد مثلا 3-4 سنين او 5 سنين انا ما اذا إذا ما عنديش اطفال ما ابدا اسعى تاني، هروح عند فلان تاني او فلانة التانية بقى واحد تاني خالص وابدا اتابع معاه برضه 5-6 شهور. ما حصلش نصيب اروح يجي لي اكتئاب واروح نايم عليهم تاني 3-4-5 سنين تاني. بنكتشف بعد فتره كده ان الزوجين اللي في ازواج متاخره مثلا 15-16 سنة كل بحثهم عن الحمل بالنمط اللي انا قلته، كل كام سنه يروحوا يسعوا 3-4 شهور ويناموا 3-4 شهور وينام، وبيضيعوا فرصه على نفسهم عظيمه جدا. لو انت سبتي عند حد معين، انا بقول لك اهو حتى لو ادام واثقه فيه وبتروحي يعني ومنتظم عنه، اكيد هتلاقي سبب، يعني اكيد هتلاقي حل بعد فتره معينه.
لازم تلاقي احنا ما بنسيبش الدنيا للظروف، كل حاجه ليها خطه علاج. يعني ما فيش حاجه مثلا ان هو ايه لا خد تنشيط ده مثلا سنه، ما فيش حاجه اسمها تنشيط سنه. انا بعد 6 شهور من التنشيط بوقف وابدا اعمل فحوصات ثانيه، ابدا انطلق لمراحل الاخصاب المساعد. ما فيش حاجه اسمها تنشيط 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 تنشيط، ما فيش حاجه اسمها كده. كل زوجين هيبقى ليهم خطه معينه، ولو فضلتي مصره على هدفك هتوصلي ان شاء الله وبتوفيق ربنا. ما تسيبيش نفسك ابدا لسن متاخر او تعدي 35 ونسبه نجاح اي حاجه بتقل، وهي كده تبداي تسال. خلينا نتكلم في الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم عنه، يعني ايه دوره شهريه منتظمه؟ امتى اقول دورتي منتظمه وامتى اقلق ان دي مش منتظمه او فيها مشكله؟ زي ما قلنا المره اللي فاتت احنا بنحسب الدوره من اول يوم. يعني اول يوم يعني يوم اللي نزل لحضرتك فيه الحيض او الدم، هو ده اول يوم في الدوره الجديده، مش اخر يوم في الدوره اللي فاتت. ده عكس الناس بتظنه خالص، الناس بتبقى فاكره ان هو نزول الدم كده الدوره اللي فاتت خلصت. لا، ده حضرتك الدوره الجديده بدات. كمان بالنسبه للمبيض، يعني دي دوره دوره الشهريه الرحميه، ده نزول النزيف. في نفس الوقت المبيض بدا يطلع البويضات بتاعته، البويضه اللي هتمه في الشهر ده هيحصل منها اخصاب. عشان كده احنا بنحسب الحمل من اول يوم دوره، عشان البويضه بدأ تطلع في الوقت ده. ببدا احسب من اول يوم لاول يوم. يعني مثلا انا جات لي الدوره النهارده يوم واحد في الشهر، وقعدت مثلا 5 ايام، بعد كده رجعت لي تاني يوم 25. في سيده تظن ان كده الدوره جات لها مرتين في الشهر ان عندها مشكله. لا، انا بقول لك اهو، ابداي احسبي اطرحي ال 25 دي، اطرحي منها الواحد، يعني جات لك يوم واحد و25، فرق بينهم 24. 24 دي منتظمه؟ منتظمه. ليه؟ لان نمط الدوره المنتظمه من 21 يوم، يعني لو الفرق بين اول يوم لاول يوم الدوره اللي بعدها 21 يوم عديته خلاص، احنا كده اكسلنت وممتاز، احنا كده عدينا الفرق المطلوب. لغايه 35 يوم، يعني استنى الدوره بعد ما تقفل 30 يوم بخمس ايام كمان، لو جت في خلال 35 يوم فرق دولت هي برضه منتظمه كده ما تاخرتش. لو عدت 35 يوم كده ابدا اقلق كده ان في تاخر للدوره. ده مفهوم لازم نصححه في اذهان الناس. ليه؟ لان في ناس حتى ساعات مثلا يعني يجي لها نزيف مع الدوره لسبب ما، وسيله او احتقان في الحوض او ما شابه، تجي لها الدوره مثلا اكتر من 8 ايام او 9 ايام، وتبدا تحسب مثلا ايه، انا جات لي يوم واحد خلصت يوم 9 وراحت راجعه تاني عليا يوم 24، فهي تقريبا ارتاحت مثلا، او الفتره اللي قعدتها من غير نزيف كانت فتره قليله جدا، اقل من اسبوعين. ننزل بالصوم، فالفتره دي هي تتخيل ان هي قليله جدا، لكن انت مشكلتك مش ان انت الدوره بتاعتك مش منتظمه، مشكلتك ان انت نزفتي وخدتي في ايام الدوره اكتر من اللازم، فعشان كده لقيتي ان الفتره دي قلت. لكن كانتظام دوره هي كده الدوره منتظمه، لكن في سبب للنزيف، الدوره طولت ليه؟ ده اللي بنبدا نسعى عليه. هل في لولب؟ هل في احتقان في الحوض؟ هل في سبب عضوي؟ هل في سبب نفسي؟ هل في سبب وظيفي؟ بنبدا نسعى في هذه المشكله. تاني حاجه هو الديوريشن بتاع النزيف، او ايام او وقت نزول الدم نفسه، ده ليه وقت معين، من يومين لسبعه ايام. اقل من كده في مشكله، اكتر من كده في مشكله. يعني الدوره المفروض في المتوسط عند اي سيده بتقعد من يومين لخمس ايام او لسبعه ايام بكتير، او في ناس زادت عن سبعه ايام لا ابدا اقل، ايه المشكله؟ في ناس اقل من كده اللي هي نقطه بسيطه، لا في مشكلة. بالرغم من ان احنا ما بنعتبرش برضو ان قصة نزول الدورة بشكل قليل دي مشكلة كبيرة، احنا نسعى للسبب ليها، بس برضو مش حاجة هتعمل مضاعفات او مشكلة بعد كده. يعني ايه؟ يعني نزول الدورة بشكل كبير او نزيف او ايام طويلة، هي ست زي ما قلنا بتفقد جزء من دمها، ست بتنزف، ولدرجة ان هي جالها انيميا، لو موضوع متكرر على فترة طويلة هتلاقيها جالها انيميا والهيموجلوبين
بتاعها نزل تحت مستوى العشر أو ساعات تسعة أو ساعات حتى بنشوف سبعات وأرقام غريبة. لكن نزولها يوم أو نقطتين لا يعني أبداً إن هي حصل لها مضاعفة. لا ده بالعكس، أنت كده الجزء المفقود من الدم أو النزيف بيبقى قليل، ودي في حد ذاتها كمضاعفات لا مالهاش مضاعفات وحاجة ظريفة. بس هي ساعات بيبقى ليها مشاكل تانية، يعني هي بتعكس صورة لحاجة تانية، ضعف في حاجة تانية، ضعف في بطانة الرحم، ضعف في الطويل. هنعرف الكلام ده بعد كده بالتفصيل. بيجي هنا نقطة مهمة جدا أنا عايز أكد عليها، وهي أن قصة الدورة المحبوسة. في عندنا معتقد غريب جدا ما بين السيدات المصريات أن هي لازم تنزل الحيض أو الدورة الشهرية بشكل عنيف جدا عشان ترتاح، ولو نزلتها نقطتين ثلاثة أو جات يومين أو أقل من يومين هي كده مش مرتاحة وحاسة بمشكلة وعندي وجع والدنيا حاجة تنزلها لما بتنزل هرتاح. مفيش حاجة اسمها دورة محبوسة. دورة يا بطانة الرحم موجودة وبتنهار في وقت الحيض، يا إما ما تكونتش أصلا عشان كده حضرتك منزلش عليك دورة أو نزل بشكل بسيط. لكن هتقولي لا أنا أصلا مكتومة جوايا محبوسة جوايا، مفيش حاجة اسمها كده خالص. وإن كان أنت في تعب فممكن يكون التعب أو الأوجاع اللي عندك دي ليها سبب تاني زي احتقان الحوض، أو ليها عامل نفسي أن أنت مش متعودة على كده فأنت بدأت تحس أن أنت تعبان. لازم الموضوع ده يصحح في أذهاننا كويس جدا. إن شاء الله المرة الجاية هنبدأ ناخد موضوع جديد في نفس الموضوع بتاعنا الكبير وهو الدورة الشهرية. هناخد أسباب النزيف المهبلي ونشوف يعني إيه نزيف وظيفي ونزيف عضوي، وأسباب النزيف العضوي إيه وأسباب النزيف الوظيفي إيه، عشان ناخد الدورة الشهرية دي بكل استفاضة ونفهم ونصحح المفاهيم الخاطئة. هنطلع فاصل عشان أنا عايز إن شاء الله الفترة الفقرة الجاية يبقى ليها ممتد الوقت أكتر، عشان موضوع شيق جدا وهيهمكم كلكم، وهو عن الموجة الثانية الفيروس كورونا اللي بتهمنا كلنا دلوقتي. نطلع فاصل ونستقبل ضيفنا إن شاء الله. لو موجة الكورونا الأولى عادت عليك بسلام، يبقى لازم تحمي نفسك من الموجة التانية كمان. وعشان لازم ننزل ونتعامل مع الناس سواء في الشغل أو دراسة أو أي تعاملات، يبقى اللي المفروض نعمله نقوي مناعتنا. وعشان كده سيليكس هيقدم لنا حماية سداسية متكاملة 6 في 1، أعلى نسبة فيتامين سي، أعلى نسبة زنك، 1000 أوميجا 3، حمض الفوليك، كمان فيتامين ه والسيلينيوم. سيليكس بيعمل على تقوية وحماية كل خلايا الجسم، ده غير تقوية الذاكرة والتركيز والنشاط، وده مهم عشان الدراسة والشغل. وآمن مع الأمراض المزمنة زي القلب والسكر والضغط، وكمان آمن مع الحمل، وحماية متكاملة للأم والجنين ونمو صحي. مش بس كده، سيليكس مهم لمرضى الجيوب الأنفية وفي الرياضة، لأن طبعا محتاجين باور ونشاط وحيوية وكمان عضلات بدون دهون. مع سيليكس لتغذية وحماية العين والشعر والبشرة والأظافر. سيليكس 6 في 1، حماية ثلاثية، طعم لذيذ، شوكولاتة، بودر بيدوب في الفم في ثواني وامتصاصه 10 أضعاف القرص، ممكن إضافته على كوب لبن ومفيش مشاكل في البلع ولا المعدة. سيليكس متوفر في الصيدليات، معتمد من وزارة الصحة المصرية. مع سيليكس احمي نفسك وعيلتك.